هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ليست سوقا ضخما فحسب، مشيرا إلى ما تمتلكه البلاد من قوة عاملة واعدة. وخلال مداخلته بأحدى جلسات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أشاد الرئيس السيسي بقوة وصلابة الشعب المصري الذي واجه العديد من التحديات منذ عام 2011، بما يؤكد أن مصر بيئة آمنة للاستثمار. 70% من شعبنا أقل من 40% أقل من 40 سنة، وده يعني أمر واعد جدا جدا لأي مستثمر عايز يجد قوة عاملة بتكلفة معتبرة، بتكلفة مالية معتبرة. لكن الكلمة المهمة اللي أنا عايز أقولها في مع كل اللي اتقال من النهاردة وهيتقال، إن هنا لازم نبص على إن في شعب في مصر بقاله أكتر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل، وده يمكن أكتر نقطة اسمحوا لي إن أنا أشير ليها هنا. التحديات اللي قابلت مصر من 2011 لغاية النهاردة تحديات ضخمة جدا، وهي أتصور إن هي اختبار نجح فيه المصريين وبيأكد للمستثمرين إن البيئة بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة، مش بقدرة الدولة يعني مؤسسات الدولة، لا بإرادة شعب. الشعب المصري شعب قوي صامد، تحمل تبعات وتحديات ضخمة جدا في بعضها هو مش مسؤول عنها على الإطلاق.